ولدك غابت الفرحة عليه، كان يضحك يلعب، كنت تعرف فليك صاحب جو، ومن بعد هكا يكون فجأة ولا حزين، شنو هو اللي صار وش تنجم تعمل معاه؟ اللي يخلي واحد يحسن في حياته هي حاجة واحدة، ركز في الحاجة هي، هي الخسارة. والخسارة فيها نوعين، سواء انه يخسر حاجة كان مش يربحها وضاعت من يده، وتكون كل ما كانت الحاجة الكبيرة هذه كل ما يكون هو متأسف عليها ويتقلق ويتعب، ولا من شيرة أخرى أنه كانت عنده حاجة ويضيعها، ضيع الحاجة هذيك. والخسارة تكون تنجم تكون في مجالات الحياة الكل، معناها تنجم تكون خسارة في العلاقات، سواء خسارة مادية فعليا واحد يفقد شخص عزيز، ولا خسارة معنوية يمشي عليه، خسارة في الفلوس، خسارة في القراية. لكن أكبر خسارة تعرفوا فيش هي خسارتك لروحك، إنه الواحد يخسر روحه. إيش معناه الواحد يخسر روحه؟ إنه يولي ما عندوش معنى لحياته، الحياة وجودها ولا غيابها نفس الشيء. ولهنا مش مجال حياتي بذاته تضرب، ولكن هو تضرب في شخصه، وهذا أثر خطير وعميق، ويمكن يكون أطول برشا من الأخطاء الأخرى الجزئية اللي تختلف في ميادين الحياة الشتى، واللي الواحد إذا يتعود عليها بالعكس يقوي مناعته، لكن إذا كثرت عليه الشخص في المجالات الكل يمكن تكون صدمته كبيرة، ويمكن يدخل في حالة اكتئاب مستدام. الحل شنو؟ الحل في جملة من النقاط نذكر منها نظرية كابلر روس، عنده كيرف، عنده رسم بياني يوضح من خلاله المراحل اللي يمر بها الواحد، خاصة في الأزمات، كيفاش انه الإنسان يمر من مرحلة انه يتفاجأ بالشيء هذا، انه يصعب عليه، انه يدخل في حالة حزن كبيرة، وبش يخرج من حالة الحزن هذه يحتاج وقت. وقت تشوف ولدك في وضعية حزن ما تحاولش تفرص عليه باش تخرجه من الحزن بسيف، لا بالعكس، خليه ياخذ وقته، وحاول انه تحسه بوجودك بقربك ليه، ولكن بشوية بشوية يبدأ في تقبل الوضعية هذه والخروج منها. اذا انه يتقبل الوضعية هذا نقطة مهمة تعاونه انه يخرج من حالة الحزن. تقول لي انت كيفاش قيس يتقبل الخسارة ويتقبل انه يضيع فرصة ولا كانت حاجة عنده ومشيت؟ اذا كيفاش يتقبل الواحد خسارة؟ في الحقيقة هذا هو اللي يلزمنا نربيه ولادنا عليه، انه ما ثماش خسارة. يقول ربي سبحانه وتعالى، يقول وعسان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسان تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وانتم لا تعلمون. اخر حاجه نخليك بها قبل ما نكمل الفيديو هذا، انه يخدم على ولدك من اللي هو صغير، مش تحط له في مخه انه ما ثماش خساره، هناك تجربه وهناك تعلم. اذا ربحت صح عليك، اذا ما ربحتش ما وصلتش اللي تحب عليه، مش معناها راك ما ربحتش، راك تعلمت حاجات وبالتالي ربحت. حاول تغرسها فيه منذ الصغر في حاجات صغيره، باش كي يكبر يتعود بالنظره هذه، ويتعود بالفلسفه هذه، وتظهر في سلوكياته، وتظهر في نفسيته، وتظهر في مستقبله، خاصة وقت الشدائد. لكم مني كل التحية، والتقيكم إن شاء الله في لقاءات قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.